الشركاء، كنطمحوا ان شاء الله نوصلوا لهذا الملتقى ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله. تبعتوا الاراء ديال المشاركين، فكذلك السيركوي كان هذا اليوم يوم تاريخي نشهده الحمد لله، سلط الضوء على من خلال هذه المدوى الصحفيه لسلط الضوء على الماراثون الدولي في نسخته الثانيه بمدينه فاس. الحمد لله الحضور متميز للاخوان الصحفيين من جميع الشرائح وممثلي الصحافه الوطنيه وربما الدوليه، ما عرف كاين الدوليه غتكون كاينه ان شاء الله. هذه السنه ان شاء الله الماراثون الدولي هذا لمدينه فاس اللي غادي ينطلق لو 6 جونفي ان شاء الله، يوم 6 يناير. غتعرف مشاركه ان شاء الله 3000 مشارك ومشاركه، وكذلك بجانب الماراثون يعني مسافه 42 كيلومتر غتكون هناك مسافات 10 كيلومتر و 21 كيلومتر. كذلك ان شاء الله هذه الدوره هذه سنستضيف فيها بعض العدائين الافارقه باش يتنافسوا مع العدائين الوطنيين ان شاء الله من اجل تحقيق رقم قياسي في المدينه. وكذلك عملنا على تبديل مسار شي حاجه في المسار وافيك سيرتيفيكاسيون انترناسيونال نتاع لايمس باش يكون ان شاء الله رقم قياسي جديد في مدينه فاس. كيف ما كتعرفوا الجمعيه الان هي مقبله على تنظيم النسخه الثانيه لماراثون فاس الدولي بعد نجاح اللي عرفته النسخه الاولى اللي كانت في جانفي 2018. فحنا بصدد الاستعدادات الاخيره، استعدادات بيان سير اللوجستيكيه والماديه الى غير ذلك والتقنيه من اجل انجاح التظاهره. هدفنا الاساسي من خلال التظاهره هو تنشيط الرياضه بالمدينه، وكذلك المساهمه في اعطاء اشعاع لمدينه فاس. فعلى المستوى التقني حنا حددنا عدد المشاركين في 3000 مشارك. بطبيعه الحال حنا بدينا كنتلقاو طلبات المشاركه من مختلف انحاء الوطن وكذلك من خارج الوطن، وكذلك غادي يكون هناك مشاركين يعني عدائين على مستوى عالي اللي غادي يجيو من خارج ارض الوطن. هدفنا الأساسي هو أننا نعطي المشارك منتوج يعني ماراثون على مستوى عالي، بمعنى أن تكون عندنا الباركور خاوي يعني بدون سيارات، كذلك يكون رافي تايمون اللي هو كافي للمشاركين، وكل مشارك وصل ياخذ لاميداي ديالو. فغادي نعملوا جاهدين على اننا نوفروا كل هذه الاشياء هذه باش نحاولوا نعطيوا صوره جميله على رياضه الماراثون. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.